بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل ولا تحاضون على طعام المسكين ولا وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون
المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما سواها فأحياها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قد أفلح من زكاها وقد خاب من تمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك
وَلَقَدْ